موعدنا الآن مع نافذة على الصحافة العالمية. من فترة وإحنا بنحاول نفتح مجموعة من النوافذ على الصحافة العالمية ونشوف إزاي بتتابع الحرب على قطاع غزة وشكل المعالجة الإعلامية لأحداث غزة. النهاردة النافذة هنفتحها على الصحافة الإسرائيلية اللي رصدت حالة من حالات التخبط في القرارات وحالة كمان من الغضب المتصاعد ضد الحكومة الإسرائيلية في تصعيد العدوان على قطاع غزة اللي نتج عنه كمان تصعيد للمواجهات وسقوط عشرات القتلى من الإسرائيليين. خلونا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكتر وقراءة للصحافة الإسرائيلية مع دكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس. منورنا ومشرفنا معانا على الهواء. معانا نحييك في البداية وصباح الخير على حضرتك. صباح الخير دكتور محمد، نهارك جميل وصباح الخير على كل المشاهدين. نبدأ معاك يا دكتور محمد مع صحيفة معاريف الإسرائيلية. استطلاع للرأي بيكشف أنه حوالي 43% من الإسرائيليين شايفين أن نتنياهو يسيء التصرف تجاه بايدن. إيه قراءتك لهذا الاستطلاع وحالة التوتر اللي بدأت تظهر على السطح ما بين إسرائيل والولايات المتحدة ما بين بايدن ونتنياهو بعد هذا الـ يعني الانحياز الكامل والمستمر من اليوم الأول للحرب للإدارة الأمريكية مع إسرائيل؟ فعلا حالة من أو واحد من عناوين الرئيسية في هذا الأسبوع هو الخلاف الأمريكي الإسرائيلي الذي خرج من الغرف المغلقة إلى العلن. الاستطلاع الرأي ده اللي بيكشف أن 43% من الإسرائيليين يخشون من طريقة أو إساءة نتنياهو التصرف والتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الخوف خوف على العلاقات والمصالح المتبادلة مع واشنطن. الإسرائيليون يدركون تماما أهمية العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ويدركون تماما أن العلاقات مع أمريكا هي حزام الأمان الذي يحمي إسرائيل من الصدمات في الشرق الأوسط، ويدركون أنه لولا التدخل الأمريكي كان مصير إسرائيل في المنطقة سوف يختلف كثيرا عما نرى. الخلاف بدأ بعد ما خرج من الغرف المغلقة، وكنا نسمع عن خلافات ورسائل ترسل عبر الطرق الدبلوماسية من بايدن إلى بنيامين نتنياهو لإدخال المساعدات الإنسانية، للكف عن القصف العشوائي الشديد وتخفيف وطأة هذا القصف. بدأت الخلافات تخرج إلى العلن. بايدن في مؤتمر مهم جدا، مؤتمر انتخابي للمانحين، بدأ يعلن أن نتنياهو يجب أن يغير حكومته المتشددة. هذه الفكرة بمعنى أن بايدن يطلب من نتنياهو الآن أن يفك التحالف مع أحزاب الاستيطان وأحزاب اليمين الديني المتطرف لصالح أحزاب أخرى عندها قبول فكرة حل الدولتين. لكن بنيامين نتنياهو الآن بدأ يخرج بفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي بنفسه يتحدث عن وجود خلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد أنه سوف يواصل هذه الحرب حتى النهاية ولن يتخلى عن حلفائه. وبالتالي بدأ الإسرائيليين أنفسهم يشعرون بعدم الإطمئنان لطريقة وسلوك. ممكن نفهم من كده دكتور عبود، يعني عفوا المقاطعة، ينفع ممكن نفهم من كده دكتور عبود انه بدأ صبر الولايات المتحدة ينفد من اسرائيل؟ يعني امبارح شفنا زيارة مهمة كمان للمستشار الامن القومي جاك سوليفان الى اسرائيل والمشاركة في مجلس الحرب والحديث انه يجب ان يتم انهاء الحرب بنهاية هذا العام. هل أمريكا بدأ صبرها ينفد شيئا فشيئا؟ ده حقيقي، أمريكا صبرها بدأ ينفد، لكن يجب أن نشير هنا دكتور محمد إلى أن هذا الأمر ليس كراهية في إسرائيل وليس حبا في العرب. أمريكا تدرك جيدا وأجهزة الاستخبارات الأمريكية والإدارة الأمريكية أن صبر المجتمع الدولي بدأ ينفد، وبالتالي بايدن في المؤتمر يحذر نتنياهو من أن المجتمع الدولي قد يتحول بين عشية وضحاها. الرأي العام الدولي ضد المجازر التي تحدث في قطاع غزة. المشكلة الآن أن بعض الحكومات الغربية ما زالت صامتة على هذه المجازر وما زالت صامتة على هذه المذابح ولا تأخذ موقفا حقيقيا في مجلس الأمن. هل موقف الحكومات الغربية سيظل معارضا لموقف الرأي العام الغربي الذي بدأ يفهم ما يحدث في غزة من مجازر ومذابح وبدأ يعترض عليها
في صفحاته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك بايدن يحذر إسرائيل من أن عدم وجود خطة لليوم صحيح. التالي وعدم وجود برنامج واضح ومشروع واضح يضر بإسرائيل. وده بيعكس زي ما حضرتك قلت التخبط القرار السياسي داخل دوائر صنع القرار في إسرائيل بشكل كبير. خلينا نروح مع حضرتك دكتور عبود لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اللي بترصد كمان في تقرير لها تفاصيل مقتل وإصابة 15 ضابط وجندي إسرائيلي في كمين لكتائب القسام بحي شجاعية شرق قطاع غزة، وده يعني أقصى ضربة يعني تلقتها إسرائيل منذ بدء الهجوم البري. هذا الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي يعني كيف تقرأه وكيف تحلل هذه العملية كمان، يعني عالجتها إزاي الصحف الإسرائيلية؟ بص، هو الحقيقة يعني نقدر نقول الشجاعية وما أدراك ما الشجاعية. منذ 67 منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، والشجاعية هي منطقة رهيبة جدا وقوية جدا وشرسة جدا في مقاومة إسرائيل. والشجاعية اسم في إسرائيل يثير الذعر حقا. يعني الكمين الذي راح فيه 9 جنود إسرائيليين ماتوا على رأسهم قائد الكتيبة تومر جرينبرج له فيديو مهم من أيام قبل مقتله، كان يقول أن له حساب مفتوح وثأر كبير جدا مع الشجاعية بسبب مقتل عدد كبير من زملائه عام 2014 في هذا الحي. لكن الطريف أن هذا الرجل بعد هذا الفيديو الذي هدد وتوعد الفلسطينيين فيه دخل فقتل في الشجاعية مثل زملائه السابقين. عايز أقول لك أن فرقة جولاني أو اللواء جولاني، واحد من أهم اللواءات الصاعقة في الجيش الإسرائيلي، اللواء النخبة بيسموه النخبة يعني. اللواء النخبة بالضبط، هو هذا اللواء الذي دخل الشجاعية منه كتيبة الكتيبة التي لقى قائدها مصرعه، منهم بتكون من 5 كتائب. اللواء ده فيه 5 كتائب، 4 من قادة الكتائب قتلوا وبقي واحد أظن أنه أيضا يستهدف من الفلسطينيين. الكمين طبعا كان كمين واضح أنه هو تم بإحكام، تم استدراج القوة العسكرية الإسرائيلية بحسب الإعلام العبري إلى الكمين، وبدأ إلقاء القنابل اليدوية عليهم من كتائب القسام ومعاجلتهم بالرصاص الحي. في هذه اللحظة مات 4 جنود وجثثهم أصبحت موجودة داخل المبنى. خشي الجيش الإسرائيلي وخشي قادة الكتائب على الأرض من خطف هذه الجثث ومساومة إسرائيل عليها، فألقوا بأنفسهم إلى التلقى بحثا عن إخراج هذه الجثث، فماتوا معهم. أصبح صحيح. عدد القتلى 9 جنود. إسرائيل وصفت هذا اليوم بأنه اليوم الأسود. الرئيس الأركان الإسرائيلي خرج بتصريح قال هذا حادث أليم لم تمر به إسرائيل صحيح. من قبل. صحيح. قائد فرقة غزة قال حدث موقعة واشتباك رهيب ولم نكن نتوقع صحيح. مثل هذه القدرات. ومثل صدمة كبيرة. كمين الشجاعية أعتقد أنه سوف يكون نقطة مهمة جدا ومضيئة في هذه الحرب صحيح. لصالح النقاط التي سجلها الفلسطينيين. صحيح. طيب جدعون ليفي الصحفي في هارتس طالب العالم بوقف إسرائيل ورفع مستوى الوعي حول تدمير الجيش الإسرائيلي في غزة، وأكد أنه من المستحيل يعني إبقاء حوالي 2.3 مليون شخص في قفص لمدة يعني تصل إلى 16 سنة. احنا بنتكلم على حصار ممتد لقطاع غزة، وقال أنه في إسرائيل لا يرى شيئا لأنهم لا يرون إظهار الحقيقة، لا يريدون إظهار الحقيقة بشكل كبير. مشهد في الداخل الإسرائيلي مفيش أصوات يعني يمكن أن نتابعها، ترى حجم المأساة الإنسانية اللي موجود داخل قطاع غزة؟ يعني لا يوجد أي أصوات إنسانية تخرج ما في الإعلام الإسرائيلي تتحدث عن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة؟ سؤال مهم جدا، بس احنا خلينا نحط النقاط فوق الحروف. جدعون ليفي كاتب مهم للغاية، دايما بنأخذه من على سبيل شاهد من أهلها صحيح. لكنه ليس المعبر عن الإجماع في إسرائيل. ودعون لولي يتعرض للضرب أحيانا في الشارع إذا قابله متطرفون إسرائيليون باعتباره شخص يناصر الحق الفلسطيني من وجهة نظرهم. طبعا مقال جدعون ليفي خطير للغاية لأنه بيكشف عن حقائق مهمة. أن يخرج كاتب إسرائيلي في صحيفة مهمة هي صحيفة هآرس ويتهم إسرائيل بتنفيذ مجازر في غزة، ويتهم إسرائيل بحبس وسجن 2.5 مليون شخص في قفص غزة لمدة 16 عام، ويطالب
فيما يطالب، هذه مسألة مهمة جدا، يطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطينية على الرغم من إسرائيل. معنى ذلك أنه لا يثق أن الشارع الإسرائيلي والساحة السياسية في إسرائيل سوف تقبل بدولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. طيب الطرح بتاع جدعون ليفي ده يتفق مع الطرح المصري. الطرح المصري من أسبوعين بدأ يتكلم حوالين إقامة دولة فلسطينية تعترف بها الأمم المتحدة وتوفير ضمانات أمنية للجانبين، الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي. ربما لأن مصر تدرك تماما أن إسرائيل بسبب كتلة التطرف الكبيرة الموجودة في الحكومة والشارع الذي يميل إلى اليمين بشكل منحاز جدا وبشكل واضح جدا لن تسير في اتجاه التفاوض وفي اتجاه حل الدولتين. هذه هي نفسها الأزمة التي سألتني عليها دكتور محمد في بداية اللقاء حول الأمريكان والأزمة بين واشنطن وتل أبيب. بايدن يريد دفع نتنياهو نحو حل الدولتين ويرى أن مكونات حكومة نتنياهو تمنع وتعرقل هذا الحل. لذلك ذكر اسم بن جزير وقال ان هذا الوزير وحزبه لن يكون حلا او لن يكون عنصرا مساعدا في حل القضيه. لذلك جدعون ليفي مهم ان نستشهد به ونرى ما يكتب وما يقول، لكنه للاسف صوت واهن وسط مجتمع متطرف شديد التطرف تجاه الفلسطينيين. مساله مهمه كمان، احنا بنشوف مجازر على القنوات المصريه وعلى القنوات الفلسطينيه وكل القنوات العربيه، لكن احب اقول لك ان هذه المجازر لا تعرض على شاشه التلفزيون الاسرائيلي، لان كل ما يعرض على شاشات التلفزيون وينشر في الصحف الاسرائيليه يخضع لرقابه شديده من الرقابه العسكريه. بالامس راينا اقتحاما لمسجد في جنين ورأينا جنودا إسرائيليين يدنسون هذا المسجد. لا تعرض هذه الأمور خشية من تعاطف قد يحدث ما بين بعض المتعاقلين في إسرائيل مع الجانب الفلسطيني. إسرائيل تصدر نفسها باعتبارها الضحية وليست الجلاد. شكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس على هذه القراءة الوافية لعناوين ومنشتات الصحف الإسرائيلية، وصباح الخير على حضرتك.